بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعض الدعوات لاخوانكم صلى الله عز وجل القبول والاستجابه والنيه الصادقه الطيبه يا رب العالمين. اخوكم اخ عنده اخوه في حال صعبه من الغباء، فنسال الله عز وجل ان يشفيه ويعافيه، اللهم اشفيه وعافيه وارحم والديك، اللهم ارحم والديك برحمتك الواسعه يا رب العالمين. كذلك امراه مريضه، اللهم اشفها وعافها يا رب العالمين. مريض، اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين. مقبل على عمليه جراحيه، نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل فيها الشفاء والعافيه يا رب العالمين. ايضا دعاء بقضاء الدين، نسال الله تبارك وتعالى ان يسر له قضاء دينه يا رب العالمين. مجموعة من الإخوة جابوا مجموعة من الحفاظات، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجعلها في ميزان حسنات يا رب العالمين. كذلك واحد الأخ جاب مجموعة من الأدوات الطبية، كرسي متحرك، مضغة، أمور معها، شفاء للوالد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يحفظ بناته يا رب العالمين. كذلك الأخ أيضا جاب كرسي متحرك وقف في المسجد. بالمناسبة لما وقف في المسجد ذكرت عندنا كثير من الكنائس المتحركة بالعشرات، بصح اللي يخرج ما يرجعش، وكأن الناس يقولوا في حاجة تاع المسجد هي ما يهمش. بالعكس، الإنسان اللي يدير وقف في المسجد يبقى وقف حتى يعني إلى ما لا نهاية. لا يتساهل في الإنسان يوم بعد يروح يرجع شوف الله ولا يمد ولا، لكن ينبغي أن يرجع حتى يستفاد منه إنسان آخر. فهذا أيضا جاب الكرسي المتحرك رحمة للوالد، صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يحفظ أولاده يا رب العالمين. كذلك الدعاء لوالديه وللزوجة ولأبنائه، صلى الله تبارك وتعالى أن يرحم الوالدين وأن يحفظ الأبناء أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. غدا إن شاء الله تعالى كاين صلاة الاستسقاء على الساعة 9، صلاة الاستسقاء، ويسلموا تكرار صلاة الاستسقاء. وفي النهاية ما يقولش الإنسان رانا غير نصلوا صلاة الاستسقاء وما نزلش، لا، هذا جهل بالله تبارك وتعالى. الحكيم وحده سبحانه هو الذي يعلم متى ينزل الغيث. نحن عباده نتعبد إلى الله عز وجل بالدعاء، ونتعبد إلى الله تبارك وتعالى بصلاة الاستسقاء، وفيها نوع من إظهار الذلة لله تبارك وتعالى، وإحنا في اللي يدعو دائما رابح، رافع ربح، دائما اللي يدعو الله عز وجل رافع ربح، لأنه راح يكون في إطار العبادة، والله عز وجل هو الذي يعلم سبحانه متى ينزل الغيث. اللهم لا غيث يا رب العالمين. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله كاع راكم بخير وصحه جيده. راني في لاكار تاع سيدي بلعباس تاع قنبيطه، وريكم ترى غادي يقلع هذا تاع مشريه بشار. نعم النعامه، ويحبس في بني والنيف، ويحبس شوفوا احنا جينا عين صفره ثاني كيحبس. راني مع وليداتي جينا صباح بكري بكري، ودروك ما مسكينه توجد في الطعام، وحنايا خفنا لا تنايا يفوتنا ساعه حنايا حتى لوحده باش نقلعوا. جينا شفنا دارنا باش اجتمعنا باش على جال خويا ان شاء الله العمليه تاعه. هو ما راش في الدار، راه في الجي، راه عند اختي، وان شاء الله نهار الاحد يدير العمليه. جينا تشوفنا ومرت خويا بقيتها بخير، هي جات البارح وراحت اليوم. كما قلت لكم هي قطه شابه شابه، مرت خويا جات البارح وعاود دات له كابا كاع واحد اخرى من جديد، وراه هي مسكينه راحت الالجي، وحنا نستنوا في التران تاعنا دوك يجي. تلمينا مع امها مسكينه وخوتي، ورحنا زرنا القبور تاع مرت خويا ربي يرحمها، وحتى انا وليداتي وخويا وليداته تاع جدي وجدي وجداتي وجداتي وعماتي كاع خويا الله يرحمه. ربي يرحم امتي محمد في هذه الجمعه، ربي يشافي كاع المرضى. لاكار شابه تاعنا، شابه شابه بزاف. Thank you.
لله يا ربي، الحمد لله انا في بلاطو، الحمد لله. كي غايا بصح النو طايحه. واه حودنا من لاكار تاع بلاطو ديريكتومون هنا في السونتر فيل، حدا بازار ابو جليل، والله ما عرفتش كيسموه، نتعشوا وندخلوا ديريكتومون للدار، باش هكا ديريكتومون غير ندخلوا ان شاء الله نريحوا. كي باغي حاجه شي بلاصه نجلس راه معادي خيرو. درك غادي ندير ماما بيتزا نورمال. كفاية لا شاورما شاورما شاورما. فطرنا عند هذا باب الشام، غير في التهويده تاع العربي بن مهيدي، دوك انا رايحين فطران عينه.